ربما سمعتم عن حالات غريبة نسي فيها أطباء أدوات جراحية في بطون مرضاهم بعد العملية، مقص، ملقط، وحتى منشفة. لكن آخر هذه الحالات كانت غريبة بعض الشيء، ووقعت لسيدة من نيوزيلندا نسيت داخل بطنها أداة جراحية بلاستيكية بحجم طبق طعام لثمانية عشر شهراً كاملة بعد إجراء عملية ولادة قيصرية لها. فكيف عاشت السيدة طيلة تلك المدة مع هذا الجسم الكبير دون أن تدري؟ لعام ونصف العام عانت السيدة من آلام مبرحة. زارت على إثرها طبيبها أكثر من مرة، ونقلت في إحدى المرات لقسم الطوارئ في المستشفى من شدة الآلام، لكن لم يكتشف أحد وقتها السبب. الأداة الطبية التي نسيها الجراحون في بطن السيدة تعرف باسم أليكسس. يصل قطرها إلى 17 سنتيمتراً، وهي على شكل أنبوب مصنوع من البلاستيك الشفاف يتم استخدامه لتثبيت الجروح المفتوحة أثناء عمليات الولادة القيصرية، وعادة ما يزال بعد إغلاق جرح الرحم وقبل خياضة الجلد. لكن رغم كبر حجمه لم يكن قابلاً للكشف بالأشعة السينية، وقد تم اكتشافه فقط عندما خضعت السيدة لفحص أشعة مقطعية على الباطن. بعد هذه الحادثة قالت السلطات في نيوزيلندا إنها ستفرض على جميع العاملين في مجال الجراحة الالتزام بسياسة العد، أي أنهم يعدون أدواتهم التي استخدموها في العملية حتى لا ينسوها في أسامي المرضى.